بالنسبة لهذا اليوم تحتفل دولة الإمارات وباقي دول العالم اللي صادف 10 من مايو اليوم العالمي للطيور المهاجرة. طبعا هذا الاحتفال تم الاحتفال بسنة 2006 ومستمر الاحتفال فيه في نفس اليوم للطيور المهاجرة. وهالسنة اعتمدوا موضوع وهو يخص مستقبلهم هو مستقبلنا، كوكب سليم للطيور المهاجرة والشعوب. ومرتبط موضوع هالسنة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويسلط الضوء على الترابط بين الناس والطبيعة، حيث أن الناس والطبيعة أو الطيور بشكل خاص يعني تعيش على نفس الكوكب، تستخدم نفس الموارد المحدودة اللي موجودة في الكوكب. نعم. طيب يعني مشاركة اليوم دولة الإمارات في مثل هذا اليوم، شو الأهمية، أهمية مشاركة الإمارات؟ دولة الإمارات طبعا تعكس مدى احتفال بهذا اليوم في الدور البارز في مجال حماية التنوع البيولوجي بشكل عام، وتوفير سبل حماية الطيور المهاجرة بشكل خاص. كما أنه كذلك يعكس استراتيجية الدولة في سنة 2021 واللي خاص بأهمية المحافظة على الطبيعة ومواردها الطبيعية. وكذلك تسعى الدولة دائما لحماية الطبيعة لنا يعني والأجيال القادمة بإذن الله. جميل. يعني أستاذة منى، أنت ذكرت الجهود، أن في جهود، لو تذكريني بعض الجهود دولة الإمارات في هذا المجال. بالنسبة للطيور المهاجرة طبعا دولة الإمارات تمت كثير من التشريعات والقوانين لحماية الطبيعة. نعم. كما حثت طبعا اللي هي الدولة والسلطات المحلية، وقامت كذلك الوزارة بعمل محميات بالدولة التي تصل عددها 43 محمية، من خلال توفير مناطق محمية لهذه الطيور في من خلال مسيرة الهجرة.